السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم متابعي قناة مدارس الجنان الدولية، معكم المعلمة أصالة منصور مدرسة اللغة العربية. أعزائي طلاب وطالبات الصف التاسع الأساسي، وصلنا وإياكم إلى الجزء الأخير من درس هكذا عاش أجدادنا العونة من الوحدة السادسة. هدفنا الوحيد أن يحل الطالب تدريبات الكتاب. فلنبدأ الدرس. إلى هنا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا. إلى حين الملتقى، دمتم بأمان الله.